لهم مسيرة شعبية بالرباط، حضرت فيها كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكل شرائح المجتمع من أجل إدانة واستنكار جرائم الكيان الصهيوني، وإدانة واستنكار أيضا الغطاء الذي توفره الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجرائم التقتيل والإبادة الجماعية والتهجير وكل الجرائم المعاقب عليها وفق القانون الدولي. للأسف الشديد اليوم العالم يتفرج على إبادة شعب بكامله من أجل تصفية القضية الفلسطينية والتأسيس لمشروع استعماري بالشرق الأوسط تحت شعارات متعددة منها الشرق الأوسط الجديد وغيرها. ولذلك اليوم الشعب المغربي يريد أن يؤكد بأنه ضد التطبيع ومع المقاومة في ظحر الاحتلال ومواجهة جرائمه، وأيضا لإدانة واستنكار كل الدعم الذي توفره الأنظمة الغربية والرأسمالية لهذا الكيان ولهذا الاحتلال. تلبية لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ونداء كذلك الإطارات وفعاليات الشعب المغربي بتخليد الذكرى الأولى لملحمة طوفان الأقصى التي سطرتها المقاومة بفلسطين. خرج الشعب المغربي في هذا اليوم وفي طليعته محامو ومحاميات المغرب تعبيرا منهم عن دعمهم ومساندتهم للمقاومة في فلسطين وفي لبنان، وإدانتهم للجرائم الصهيونية المدعومة أمريكيا ومن الدول الغربية وكذلك الأنظمة العربية المطبعة. رسالة أساسية ووحيدة إلى النظام المغربي وكذلك الأنظمة أننا ضد اتفاقية التطبيع ونطالب بإلغاء هذه الاتفاقية المشؤومة التي يرفضها المغاربة. ويجدد الشعب المغربي في هذا اليوم رفضه التام والمطلق لهذه الاتفاقية مع قتلة الأطفال في فلسطين، الجرائم البشعة التي ارتكبها هذا الكيان رغم الإدانات من المنظمات الحقوقية الدولية وكذلك المحاكم الدولية ومختلف الدول وكذلك النخب في مختلف الدول بإدانة هذه الجرائم الإبادة الجماعية. فمحامو ومحاميات المغرب في هذا اليوم يعلنون إدانتهم للإبادة الجماعية ويطالبون بتوقف هذه الجرائم وكذلك بإلغاء اتفاقية التطبيع. يا أحرار في كل مكان، يا أحرار في كل مكان، وشعبي ما طبع ما خان، وشعبي ما طبع ما خان. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.